نروح طيب. لبعثة المنتخب نروح لبعثة الوطني. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم طبعا بقيادة كابتن حسام بدري المدير الفني. البعثة كلها الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كده، كابتن حسام البدري أجروا المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا أول ما تجمعوا بمقر فندق الإقامة، وده كان تحت إشراف كامل طبعا كابتن طارق حامد، طبعا بيخضع للكشف الطبي أهو في الصورة، طبعا تحت إشراف طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا، وخضع جميع أفراد البعثة للمسحة وتحاليل الدم عشان يطمئنوا على سلامة الجميع طبعا قبل ما يبدأوا بقى في أول مران ليهم للفريق إن شاء الله مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي. طيب نروح للمدير الفني المنتخب كينيا الأول جاكوب مالي، اللي حذر من مباراة مصر اللي جاية في إطار طبعا مباريات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بتصفيات التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021. منتخب مصر هيحل ضيفا على طبعا كينيا، هيكون إن شاء الله في العاصمة الكينية نيروبي يوم هتكون المباراة يوم 25. طبعا في تحذير كبير من المدير الفني على الصعوبة الفراعنة طبعا، وانه ازاي هيكون المباراة دي صعبة جدا، وانه الامور هتكون مختلفة تماما، وانه بيقول طبعا للاعبته انه لازم يكون في المكسب حاضر في المباراة دي، بس طبعا ده مش هيحصل ان شاء الله. بالنسبة لهم مباراة يعني هي الامل الاخير ليهم، فهم ان هم يكملوا مطلوب منهم عشان يبقى عندهم فرصة للتأهل لكأس أمم افريقيا ان هم يكسبوا المنتخب المصري. ولكن طبعا مصر حاليا بتحتل الصدارة برصيد 8 نقط وبفارق 5 نقاط عن كينيا. مصر لو فازت طبعا بتصعب او بتنهي على امال كينيا في التاهل، وان شاء الله باذن الله. انا بشوف انه الفتره الحاليه، والكلام ده مش عشان ما ندخلش في التفاصيل، ملوش علاقه باختيارات وملوش علاقه باسماء، انا بتكلم على حاله عامه، على مرحله او على فتره بتعيشها الكره المصريه. شايف انه من السهل جدا انه نرجع تاني نتسيد القاره الافريقيه، شايف انه الجيل الحالي اصبح جاهز، عنده من الامكانيات وعنده من الخبرات اللي تسمح له وتسمح لجماهير الكره المصريه ان هم يروحوا بطوله امم، يقولوا احنا عندنا فرصه كبيره جدا في تحقيق اللقب، وده الوضع الطبيعي. مصر حتى ولو ما فازتش من اللقب لابد دايما انها تكون من الدول المرشحه، تاريخنا بيقول كده، عدد الالقاب اللي احنا حققناها بيقول كده، امكانيات لاعبنا والاسماء اللي بيضمها تشكيله او بتضمها تشكيله المنتخب برضو تقول كده. الحقيقه الجماهير مستنيه يعني عوض او تعويض عن النسخه اللي فاتت من امم افريقيا يا احمد، يعني مستنيه تعويض عن حاجات كتير. لا لا لا، النسخه اللي فاتت بالذات لا، ده كان ده مش منتخب مصر، لا اداء ولا نتائج، وكان فيه صراحه خيبه امل كبيره جدا. طيب خلينا نتفق انه حتى النسخه اللي وصلنا فيها لفاينل الكاف فاينل الكان مع الكاميرون دي كانت 2017 وخسرناها قدام الكاميرون بنتيجه 2-1، ما كناش بنقدم كورتنا، وما كانش ده كان تقريبا تحت قياده هكتور كوبر. الفتره دي كان المنتخب المصري يمكن على مستوى النتائج بيحقق نتائج كويسه، لكن ما كناش في عنفوانا، عشان على طول انت بتدافع، كنت نازل تدافع في كل المباريات، ده مش المنتخب المصري، وكانت العناصر ما عندهاش يعني خبره كبيره، يعني كانت كل اغلبها عناصر شابه. لكن لما تتكلمي النهارده عن خبراتهم، لما تتكلمي على مشاركه الجيل في كاس عالم، لما تتكلمي على الاسماء اللي موجوده مع لعيبتها سواء في دوري محلي مع اهلي وزمالك بطل وصيف افريقيا، مع بيراميدز وصيف كونفدراليه، مع محترفين في اكبر انديه الدوري الانجليزي، مع لعيب زي محمد صلاح النهارده بيصنف ضمن اهم وابرز لعيبه على مستوى العالم، اعتقد انه المردود لازم يبقى غير، يعني المردود بتاع مشاركه المنتخب. انا مش بكلم حضراتكم في التاهل، التاهل المفروض، انا بتكلم من وجهه نظر جماهير، محسوم بنسبه 100%، يعني صعب قوي ان الجماهير المصريه تتقبل انه الجيل ده الامكانيات دي ما تتاهلش لكأس الأمم الأفريقية. لكن اللي بتكلم فيه هو المنافسة على اللقب، هو العروض اللي تليق بقوة والأسماء اللي بيضمها المنتخب الوطني.